السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. عدنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة تريدنج لايف سيميليتر أو محاكي السوبر ماركت الجزء الثاني. أنا آسف يا شباب تأخرت الحلقة هذه شوي لأنه لعبة البنجي درايف كان فيها حصريات وأشياء كثيرة، وبرضو فتحت الحمد لله الديسكورد الخاص فيني، فبرضو رابط الديسكورد تلقوه بالوصف يا شباب، حياكم. الحمد لله لقينا مكان يلمنا اللي هو الديسكورد، فيه أماكن تقدر تحط ميم، تقدر تحط، لأني أفكر في المرحلة القادمة أنه أنزل مقاطع ميم، فعندكم في الديسكورد روم اسمه ميمز أبد، تعال وحط ميم سواء عني عن أي أحد، خذ راحتك، أهم شيء سووا لنا مقاطع ميمز ممكن نسوي عنها فيديو، ليش لا؟ فقبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي وتضيفني على السناب هنا ولايكك وحش واشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. طبعا نقول بسم الله وندخل على الجيم. صراحة ما لعبت خلف الكواليس، ما سويت أي شيء، اللعبة صار فيها تحديث صراحة، يعني شفت التحديث بس ما دخلت اللعبة، شفتها من برا من الستيم. فلوسنا زي ما شايفين معنا 34,000، مبلغ جدا أسطوري، إن شاء الله أنه يكفي الحلقة هذه. برضو قريت تعليقاتكم جميعا، صراحة في ناس سفلوا فيني في ناس سفلوا فيني صراحة، أنه المحل ما هم مضبوط معهم حق صراحة، لأني أنا إنسان فاشل في الديزاين يا شباب، فاشل. وما شاء الله على البنات صراحة، أول مرة أعرف أنه في عندي عدد كبير من البنات يتابعوني لأني شفت تعليقاتهم في الحلقة هذه. بالنسبة للمساحة الفاضية اللي قدام، الحمد لله التحديث الجديد صار عندنا شيء ممكن نحطه في المنطقة الأمامية اللي هنا. إيش هو يا دفور؟ حنشوفه بإذن الله. واحد قال لي دفور وحد المحل كامل أبيض، يعني الرفوف حق الجزم الله يكرمك خليها باللون الأبيض. في ناس قالوا لي دفور الجزم خليهم جنب اللي هو الملابس، ابشروا بنشيلها بنحطها إما هنا أو هنا، نشوف المكان المناسب لها. إيش في ناس يقول الإنقل الإلكترونيات من هنا إلى هنا، صعب جدا يا شباب إني أنقل جميع الأرفف هذه بالأغراض اللي فيها، مرة صعب الموضوع، مرة حيبي لي أقل شيء 3 ساعات أنقلهم، فالموضوع جدا صعب. إحنا تورطنا والسلام تورطنا والسلام. طيب خلينا الآن نبدأ في الجيم على طول. طبعا في واحد قال لي دفور مكان الخبز خليه في البداية، لا ما راح أخليه في البداية، بخليه في المنطقة هذه هنا، تمام؟ لأني في البداية عندي شيء مهم جدا للبداية، فخلينا نشوف. في ناس قالوا دفور أرفف الخضار شيلها وحطها برا المحل، لأن المساحة اللي صارت برا كلها صارت لك، فبإذن الله بنسويها في الحلقة هذه. في ناس وش قالوا لي بعد؟ قالوا زين الحوش اللي برا، صعب جدا في حلقة هذه نزينه. البيت أنا مستغرب، أنا طلبت منكم تصميم المحل وطلبت منكم البيت الأثاث، فاستغربت انه كل التعليقات، يعني ما في غير تعليق واحد جاني عن البيت يا شباب، تعليق واحد بس جاني عن البيت. التحديث الجديد ما شاء الله اسطوري، زي ما انتم شايفين ضافوا سيارات جديدة، البيوت كاملة تغيرت اشكالها، صارت اشكالها جميلة، سووا لنا حديقة هنا جميلة، عندنا هنا وردة دوار الشمس، يعني ضافوا اشياء جميلة صراحة. فبرضو في اشياء شفتها لكن ما ادري اذا انها موجودة الان ولا لا، لكن خلينا اول شيء ننطلق للشيء الجديد او التحديث الجديد اللي ضافوه، بنروح نجيب اغراض مهمة جدا، خلينا ننطلق ونشوف. طبعا الشيء الجديد اللي ضافوه اللي هو محل الالعاب، وصراحة رفه جميل. شوفوا يا عيال كمية الألعاب الموجودة دايم، بس الجيتار هذا مفروض إلكترونيات، إيش جابوا هنا؟ إيش جابوا هنا؟ طيب دفور المساحة اللي قدام إيش بتسوي فيها؟ بحط فيها ألعاب، أبحط فيها ألعاب، عطني أول شيء الرف الجميل هذا. طيب خلينا نشوف الأسعار، صراحة ودي أشوف أغلى الأشياء اللي موجودة، فبشوف أغلى شيء موجود عندهم حالياً أساس نبدأ نخليها هدف. أوكي السيارة هذه بألف وعليها خصم $50، حلوة 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 مرة حلوة دي، هذه خصم تقريبا 50، حلو وسعرها يعني يعتبر عالي ب700. ليش يا دفور دول الأسعار العالية؟ لأن الأسعار العالية هي اللي فيها المربح العالي، دائما أي شيء سعره غالي ربحه عالي، فلازم ندور الشيء هذا. أوكي هذا كان في محل إلكترونيات، جابوا هنا قاعد أشوف أشياء ما أدري، أحلام العصر. اوكي اغلى شيء موجود وحاليا عليه خصم اللي هو السياره هذه،
فخلينا نشوف ثاني أغلى شيء هذا. بعده هذا لا مو غالي. أوكي هذا غالي بس ما عليه خصم للأسف الشديد. فخلينا برضو ناخذ الجيتار عليه خصم حلو. إيش كمان بس إني شايفه محطوط في الأرض، يعني في أشياء تنحط في الأرض. أوكي هذا 900، في أشياء تنحط في الأرض ما أدري هل عادي تنباع في الأرض، الله أعلم، بنشوف. طيب أبى أخذ رفين صراحة، أحس رف واحد ما راح يكفي الأغراض اللي شريتها، أحس إني شريت أغراض يعني عدد كبير صراحة. فخلينا نشيل بس الأغراض ونحملها على السريع. طيب كذا شلنا الآن الأغراض معانا، خلينا نشيل الدواليب في أيادينا لأنه ما حتقدر تشيلها. خلينا نركب ونتوكل على الله على محل البيسيات، لأن زي ما انت شفتوا في الحلقة الأخيرة البيسيات ما شاء الله تبارك الله مشت بشكل أسطوري صراحة. فخلينا نشوف إذا في خصم كويس في محل البيسيات، إذا في شيء جديد، لأني شفت الألعاب شالوها من هنا. يب الألعاب شالوها من هنا، كانت موجودة هنا انشالت. اوكي حلوين، فعلى طول نتوجه على البيسيات. اوكي البيسيات ما عليها خصومات الا بتوبات. اوكي هذا عليه خصم اسطوري، هذا عليه خصم اسطوري. خلينا ندور شيء عليهم خصومات اسطورية، بما انه اصلا احنا قد جربنا نشتري يعني من البيسيات والاشياء ذي، فالان صار خلاص نجرب نجيب الاشياء اللي عليهم خصم عالي. هذه خصمها كويس، مو عالي لكن كويس. كروت الشاشة كيف وضعها؟ الله يرزقنا بكرت شاشة، الله يرزقنا بكرت شاشة. اليوم قاعد أدور على كروت الشاشة يا رجل، شوف أبشتري لي كرت شاشة لأن كرتي خلاص يعني صار يعني ما يخدمني بشكل كبير، يعني أحتاج أني أنا أطور. أوكي الكراتين الكبيرة ما أقدر أحطهم فوق بعض؟ إيه صديق والله شكله ما أقدر. العيد 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 يا شباب، جبنا العيد، يلا ما عليه، كل غلطة بتعليمة. إيه صار ما عاد أقدر أحط شيء، إيش فيه؟ وات ليش ما أقدر أحطه هنا طيب فوق بعض ليه؟ يا عيال الكراتين اللي حقات البي سي ما أقدر أحطها فوق كراتين الألعاب، ايش التحديث الغبي ذا؟ طيب خلينا نشوف الحل، انه مثلا نشيل الكراتين هذه ونحطهم فوق بعض. يا عيال الكراتين الكبيره ما اقدر حرفيا احطهم فوق بعض مره، لا تكفى. يلا بسيط، الحمد لله اني ما اشتريت اشياء كثيره، فاشيلهم بيدي وخلاص، عاد شكوى لله ايش نسوي، شكوى لله. عطني هذه الأشياء، خلينا نركب السيارة ونتوكل على الله إلى المتجر حقنا. طبعا شفتهم بيسووا شيء أتوقع أنه لسه ما سووا، والله بتروح علينا. شفتهم منزلين اللعبة أنه بيفتحوا مكان لبيع زي الحراج، يعني تشيل أغراض وتروح في حراج تعرضها، أو أنك تروح تشتري من ناس عارضين أشياء زي الحراج. ما أدري إذا كانت مستخدمة أو جديدة، فتحت الماب صراحة وما شفت مكانها مرة، فأتوقع أنها لسه ما ضافوها، أتوقع يبي لها شوية وقت. طيب خلينا أولا نحط أرفف الألعاب، وبتسألوني الآن دفور ليش تبي الألعاب في المقدمة؟ ليش تحط الألعاب في المقدمة؟ عشان لما يجي واحد يبي يشتري ومعه ولده على طول يشوف الألعاب، بابا بابا بغلب بابا بغلب، يقروش فهمت، يشتري غصب. يشتري غصب، هذا هو المطلوب من الشيء هذا، انه الالعاب نحطها في المقدمه. اوكي انا هنجري، لازم ناكل لنا شيء. اوكي مبدئيا هذه عندنا كروت شاشه، كروت شاشه بنحطها في نفس المكان. فاقول لكم قاعد ادور ابي كرت شاشه، كنت ابي الكرت الجديد اللي توه نازل ال 40 شو اسمه ذا ال 40 70 تي اي، سعر الرسمي وقت الاطلاق 800 دولار، قلنا خلاص حلوين 800 دولار نقدر نشتريها اقصاد والامور طيبه، يعني بيكون سعر حدود 3000، قلنا حلوين نقدر نشتريها اقصاد. اطالع اول ما نزل، يا ولد صلوا على النبي استهدوا بالله، اقل كرت لقيته ب 4000، يا ساتر اقل كرت ب 4000 سلامات. قلت والله ما اشتري لين ما اما ينزل سعره ولا الله يعين وييسر. لان ليش احتاج انا اطور؟ لان الشاشه اللي عندي 2K تمام، ولما العب على مثلا على لما العب مثلا على فل اتش دي الجوده تكون عندي مره تعبانه مره تعبانه، فلازم العب على 2K، ولما العب على 2K مع التصوير
ومع انه انا قاعد كل شوية ارفع الجودة حق المقاطع والاشياء هذه، فصار الوضع لا يطاق صراحة، صار تجيني كراشات كثير، تعليق كثير، تعذبت من هذه الناحية. فدعواتكم لنا يا شباب انه نقدر نشتري كرت شاشة. يا عيال والله شكلي يبي لنا رف زيادة. طب لو حط هذه تحت هل حتنباع؟ الجيتار هم كانوا حاطينه تحت، خلينا نحطه تحت زي ما هم حاطينه، هم كانوا حاطينه بالشكل هذا. دايوم يا للالعاب دايوم، والله شكلها اسطوري يا شباب، والله شكلها اسطوري. بس انه يبغى لنا نجيب رف الزيادة. خلينا نروح بالتاكسي، يا رب انه موجود. اوكي ما هو منضاف في التاكسي. طيب وين نروح؟ حلو، اقرب شيء نجي هنا على مكان الاثاث وننجز هناك يا طويل العمر. كعابي شوي نشتري الأرفف ونرجع. شكلي بأخذ رفين زيادة لأنه أتوقع لازال في ألعاب يحتاج أنه نعرضها. خلينا نأخذ اثنين زيادة. طيب الآن رصينا الأغراض، منها اللابتوبات زي ما أنتم شايفين، والألعاب الحمد لله أنها جت هنا بالكامل، مع أن هذه اللي تحت أحسها ما راح تمشي. بنشوف إذا مشى شيء من فوق نشيل من تحت ونحط فوق وخلاص نمشي الليلة. باقي عندنا الرف هذا نغيره وننقله. فخلينا نروح على طول على وين 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 اكويبمنت شوب ونروح نشتري رف أبيض. إحنا اشترينا من الأرفف هذه، الأرفف هذه هذا المقاس يجي معاه أتوقع المقاس هذا، فعطني إياه. خلينا نرجع ليور شوب. طيب بالنسبة يا شباب لتزيين المحل من برا، أنا أشوف لا شوية نهد اللعب يا شباب، يبي لها شوية وقت الموضوع. فخلينا أولا نحط الشوزات والشنط الله يكرمكم في المكان هذا. أوكي جنب الملابس على كلامكم. طيب نقلنا الآن رف الشوزات، فهذا ما نحتاجه نبيعه. الآن صارت عندنا هنا مساحة كبيرة فاضية صراحة، ف ما ادري ايش نسوي فيها صراحة. الوضع والله شكله بيهج مننا. طيب كم الوقت الان؟ خلينا نشوف الالعاب. اوكي هذه مشت، نايس بدت الالعاب تمشي، والله نايس 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 حلوين. خلينا نشيل هذه ونحطها فوق بالشكل هذا. اوكي اوكي قفل المحل، نرجع الى البيت ونروح ننام ونشوف في الصباح الباكر المحل وش هرجته. اوكي هذا اخر يوم نستخدم فيه الحمام هذا ونستخدم فيه السرير هذا. عطني وينه؟ بيع بيع، خلاص خلاص من حبكم يا زين عزنا. هي اوكي حلوين حلوين. محتار في شيء صراحة، ودي اشوف هذه أكبر غرفة. أنا أحس أكبر غرفة هي تنفع غرفة النوم، لكن متورط يعني. هذه يعني عاد واضحة الصالة. المطبخ وين نخليه؟ بنشوف له هرجة، بنشوف له بنشوف له. خلينا الآن نضغط على كيو ونروح على تاكسي ونروح على إكويبمنت شوب يا عزيز المشاهد. لا ما أبي إكويبمنت شوب، أبغى هذه. والله إني جايب العيد. أوكي هنا إذا وصلت يا عزيز المشاهد المرحلة هذه من الفيديو، ف ضغطك على زر اللايك، لا مو ضغطي على المايك، ضغطك على زر اللايك ترى يحمسني ويساعدني انه انا استمر في السلسلة هذه. طبعا البيت، واحد قال لي دفور اختار لنا الكنبات الحمر هذه، ف ومعها قال لي خذ السرير الرمادي، فحلوين. هو الوحيد اللي اختار، انا مالي صلاح. الدولاب عد هذا لاني ما شفت احد اختار دولاب. فخلينا اول شيء ننسق الموضوع، ناخذ ثنتين من الكنبة هذه وواحدة من الكنبة هذه. في يعني في فكرة في بالي. اوكي واحدة من هذه، مدري السودة حلوة ولا والله احس السودة بتركب مع الحمراء، الخشبية احسها لا، السودة حلوة. حلوين. وعندنا يا طويل العمر السرير، هات السرير كذا صار ما عاد نقدر نشيل شيء. فخلينا نرجع للهوم نحط الاشياء هذه ونرجع كمان نشتري زيادة. طيب غرفة النوم خلينا نقول انها في المكان هذا، فبيكون عندنا يا ساتر يا السرير. ديوم 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 ديوم. اوكي حلوين، اشوفه مضبوط. حلوين حلوين حلوين. طيب عندنا الصالة، ودي اخلي واحدة تكون بالشكل هذا
والثانية بتكون بالشكل هذا. دقيقة بس. أوكي بالشكل هذا. والكنبة بتكون بالشكل هذا. حلوين. بس ودي أرجعهم شوي أو شو رحت. ودي أسحبهم شوي لأني ودي أحط في المكان الفاضي هذا التلفزيون. فعطني هذه خلينا نوزنها لو تكون مثلا كذا. بس يبي لها وزن. اصبروا. أوكي هذه كذا حلوة. عطني هذه خلينا نسويها بالشكل هذا. وهذا يا طويل العمر حيكون في المكان هذا. وعندنا الطاولة هذه بتكون في المنتصف بالشكل هذا. أوكي أوكي حلوين حلوين. أحس هذا بس بعيد. أوكي كذا أحلى يا شباب. كذا أحلى. باقي لنا بس التلفزيون والدولاب والأشياء الحلوة ذي. كأني أشوف السرير طاير في الهواء. أوكي ديزاين حلوين. أجي معنا 17,000. والله ما أدري إذا الفلوس حتكفي ولا لا، لكن إن شاء الله نتكفي إن شاء الله. خلينا نشوف. ودي في واحدة من هذه بس اللون يا أخي ودي بلون أحمر. شكله ما في لون أحمر يا شباب. أوكي طيب ما في مشكلة. ناخذ هذه. هذه مهمة جدا يا شباب. وعطني الدولاب هذا. اوكي حلوين. ايش باقي كمان نقدر نشتري؟ اوكي في طاولة طعام وفي هذا ما ادري وشو. طيب خلينا نجيب التلفزيون. وعطني الثلاجة. الميكرويف هذا اللي ما ادري وين احطه صراحة. متورط فيه يعني لو اخذته ما ادري وين اوديه. في الارض احطه ما ينفع. طاولة الطعام اوكي حلوين بس الوضع شوي يعني ما ادري شلون. يعني ما في موجود طاولة خاصة او مطبخ خاص. هذه المصيبة. لكن ابى احاول انسق الموضوع. ابى احاول انسق الموضوع. طيب ايش باقي عندنا ما شريناه؟ خلينا نجيب هذا ونرجع للبيت نحط الاشياء هذه ونشوف هرجة المطبخ. طيب اول شيء الشاور الصغير جدا هذا اللي ما ادري ايش يبغى من الحياة يا عمي. مرة صغير ذا والله مرة صغير وشكله غلط. يعني المفروض يكون في شيء حوله يغطيه مو كذا مكشوف. ايش فيه ايش فيه والله احلام العصر والله. طيب وات والله تصدقوا فكرة حلوة لو تكون هذه على الطاولة السوداء. بس لازم نجيب الطاولة هذيك. طيب هذه ابيها تكون هنا في المنطقة هذه قدام السرير. هذه تجلس عليها. هذه وانت مثلا طالع من البيت تبي تلبس شوز تبي شيء تبي تغير ملابسك مثلا تجلس عليها وزين امورك فهمت. طيب دولاب غرفة النوم حخليه في المنطقة هذه بالشكل هذا. اوكي ولا الدولاب اكبر من البيت. طيب عطني الثلاجة. يا ساتر السرير طالع من هنا ايش فيه. طيب حط لي الثلاجة هنا. هل اقدر افتحها؟ ما اقدر افتحها ولا اقدر اسوي فيها شيء. طيب خلينا الان نرجع ونشتري باقي الاشياء. طلعت الطاولة اللي عليها الشاشة منفصلة. والله يا عيال احس الطاولة هذه ها مو مرة بس عاد شو نسوي نجيبها لان هي افضل الموجود صراحة. هذه حلوة. عطني منها ثلاث. ايش في كمان باقي ودنا نشتريه؟ ودي اخذ هذه حطها في الصالة. ويبي لنا من هذه ويبي لنا من هذه يعني كديزاين شكل جميل. طيب ودي احط هذه في الزاوية هذه ونحط اضاءة هنا واضاءة جنب السرير هنا. هذه واحدة وهذه واحدة بالشكل هذا. اوكي وهذه تكون طاولة شو اسمه طاولة التلفزيون. مع اني احسها متكسرة وحالة امها حالة بس يلا شو نسوي. اوكي وش رايكم الان في الصالة؟ ما ادري احس هذه يبي لها انه نرجعها شوية ورا. احس كذا احس هنا بتكون حلوة بالشكل هذا. اوكي يا رب ان ما حد يقول لي يا دفور ذوقك. ما ابي اكمل ما ابي اكمل. اوكي يبغى لنا سجاد على اساس يعني نضبط الوضع. واحدة هنا ويبغى لنا واحدة هنا في منتصف الغرفة ويبغى لنا واحدة عند المدخل. فخلينا نرجع. طيب هذه اشوفها حلوة. مشكلة ما في غير ثنتين يعني يا هذه يا هذه. فعطني من هذه وعطني من هذه بالشكل هذا. نبغى من في ارفف شفتها. اول شيء خلينا نجيب الحمام.
اوكي. هذه الارفف ودي اخليها للمطبخ، ودي اخذ منها اربعة ولا خمسة تكون للمطبخ، بيكون حلو. طيب عطني الحمام خليه في المكان هذا بالشكل هذا. اوكي الو. طيب دقيقة خلينا نحط هذه هنا ونشيل هذه نبعدها بس شوية. انا ليش ما اقدر اعدي؟ اوكي هات هذه حطها لي هنا بالشكل هذا. تكفى قول لي اني اقدر احط هذه عليها. نايس اوكي حلوين حلوين حلوين. طيب واحدة هنا تكون في المنطقة هذه. الطويلة بتكون هنا في المدخل بالشكل هذا. هذه بتكون قبل الحمام الله يكرمكم بالشكل هذا. عاد ودي كان بواحدة صغيرة بس شو نسوي، عاد ما في الا كبيرة شو نسوي شو نسوي. طيب أباخذ واحد من هذا اللي هو الميكرويف، وبناخذ من هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة كفاية يا شباب. نرجع على هوم. لو فيه الدواليب اللي تركب فوق كان بيكون مرة بيرفكت، بس للأسف ما فيه. فمثلا زي هذه. ولد هذا شوية كذا. ألو هل هذا اللي طلع معايا للمطبخ؟ أحس لو كانت الثلاجة في الوجه بيكون الشكل أفضل، يعني بالشكل هذا. أوكي نوعا ما مقبول يا شباب. عد ما بيدي والله، ما في أشياء يعني كثيرة تنحط في المطبخ للأسف الشديد، يعني ما في غير ميكرويف وثلاجة، ما بيدي شيء يا شباب. صالة زي ما أنتوا شايفين، ودي أنا بس أشياء زيادة، ودي أحط شيء في المنطقة هذه. خلينا نرجع هناك. طيب ودي أخذ من هذه واحدة ثنتين، ودي أخذ من هذه ثنتين، وعطني واحدة من الصغيرة هذه، يعني كذا نكسر فيها كذا حلوين كذا حلوين. طيب ارجع الى الهوم. طيب هذه بحطها في الزاوية هذه. حلوين حلوين. نحط سلة مهملات الله يكرمكم في المنطقة هذه، ونحط نبي واحدة هنا عند غرفة النوم، ولا تدرون مو في غرفة النوم، في المطبخ نحط المكان هذا. اوكي حلوين. هذه الكبيرة ودي اخلي واحدة في المنطقة هذه وواحدة في المنطقة هذه. اوكي ايش رايكم في الشكل الان؟ الله انا اشوف الشكل مناسب، تدخل كذا بيت يفتح النفس، عندك هنا المطبخ عفوا، عندك هنا الصالة، ايوه غرفة النوم. عاد غرفة النوم مرة كبيرة احسها فاضية، لو اني خليتها صالة كان ابرك لي، وخليت هنا غرفة النوم نخلي المطبخ هنا. صدقوا والله فكرة اني اعكس الاشياء، بس مشوار يعني يصير المطبخ اجيب هذاك الدولاب يكون كذا من هنا يقسم الين هنا. حلوين حلوين. ثلاجة هنا وميكروويف يكون هنا، خلاص حلوين. والله انها كانت فكرة حلوة بس لعلها هجت علينا يا شباب. يكون هنا الصالة وهنا المطبخ كذا بشكل على نظام امريكي على زاوية، ويكون بس بتكون عندنا مساحة فاضية هنا ما ندري ايش نسوي فيها. هذا القهر. لا لا انا اشوف كذا كويس يا شباب، كذا كويس كذا ما قصرنا. اوكي ما شاء الله بدينا الحلقة واحنا معنا 34,000، صار معنا 9,000 يا شباب. شكلنا في الطريق المنحدرة للطفرة يا شباب. اوكي خلينا نروح سريع 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 على المتجر حقنا نشوف. يا ساتر على ابو قوتك يا شيخ اللي ترد السيارة. يا ساتر. طيب ايش باقي عندك في المتجر يا دفور؟ خلينا نشوف الالعاب. اوكي الالعاب اللي تحت ما نبع منها شيء، اللي فوق يعني نبع منها شوي. ودي اشيل الشيء هذا والشيء هذا. انتوا قلتوا لي دفور حطها برا، فابشروا ما طلبتوا شيء والله. بحط هذه هنا جنب الباب بالشكل هذا، والثانيه جنبها. ما اقدر افا. اوكي الثانيه تكون هنا، ممكن العكس تدرون العكس العكس، هذه تكون هنا اوكي، وهذه تكون هنا عشان المحاسب يشوفها، مو يجي احد يصرف ويشرد. الان لازم نشيل الاشياء هذه ونرصها هناك. نقلنا الخضار برا، الان باقي ننتظر ونشوف اذا انه انباعت او لا. بنشوف عاد والله مشوار انه تنقلهم مره برا مره جوا، عاد الله يعين وييسر.
خلينا نشوف ايش الاوضاع. طيب من ناحيه الثلاجات انا اشوف ان وضعهم اوكي، يعني صحيح انه هنا ما ادري اذا كان هذه مليانه او لا، اول اقصد، لكن اتوقع انه الوضع اوكي. نبي نشوف هنا عندنا البساكيت مخلصه، وعندنا اوكي قفل المتجر ما في مشكله. عاد يعني في اشياء بسيطه ناقصه، يبغى لي ارجع للمتجر واجيبها. نقدر من هنا نفتح ونشوف لا ما بالسيلز، ابي هنا الاشياء اللي ما هو موجود، بريد وجريل وبنانا اوكي، يعني اغلب الاشياء الموجوده اللي ما هي موجوده مشتقات المخبز، فايزي نقدر نجيبها. التقييم 100% امورنا جدا ممتازه. طبعا المخبز ليش؟ لانه اوكي باقي واحده خلاك لا المخبز لانه لسه ماني عارف والله وين احط المكان، فزي ما شايفين المنطقه هذه انشغلت. باقي لي هنا انا قلت هذه الرفين بتكون لادوات المطبخ، وعندنا يا طويل تدرون لو نقلت المطبخ من هنا وحطيته ورا هنا بيكون مره ممتاز، ايش رايكم انتم؟ وخلي المنطقه اللي في الامام هنا خاصه بالالعاب، والله انا اشوف الالعاب، لان البزوره لما يدخل مع ابوه السوبر ماركت اول ما يشوف لعبه على طول يشبط فيه، يا بابا لعبه يا بابا لعبه بيشتري له لعبه ونكسب احنا امورنا طيبه. طيب بدينا اليوم واحنا معنا تقريبا 34000، نهينا اليوم واحنا معنا 10000 وعمود واحنا معنا 10000. العشرة آلاف هذه بإذن الله بلعب خلف الكواليس، بجيب البضاعة الناقصة. اكتبوا لي آراءكم. لا إلى الآن صراحة الخبز والله ما أدري وين ودي، أحس نفس الرف حق الخبز أو الشكل حق رف الخبز ما ينفع إلا وراه جدار وصعب التعبية تكون فيه. فايش رأيكم؟ شوف البيت، شوف البيت المرتب، أقدر أجلس يا عمي؟ خليني أشتري كنب بذاك الكلام، ما أقدر أجلس، تكفى يرحم اهلك. اوكي شاور نقدر، بس هنا يا اخي دافعين فلوس، تكفى يلا عوامي اهم شيء انه نقدر ننام، خلينا بس نسيف وننام. فبس يا شباب الى هنا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا، اتمنى انها نالت اعجابكم. اكتبوا لي في التعليقات اراءكم بخصوص البيت، هل البيت تمام ولا ذوقي زباله ولا ايش اللي صاير؟ طبعا الكنب اللي في الصاله ترى ما هو من اختياري، الكنب والسرير من اختيار شخص في التعليقات، باقي الاشياء الجماليات الفرشات والاشياء هذه انا اخترتها. للاسف الشديد سوبر ماركت صعب جدا انه انا اغير فيه اشياء كثيره، جدا صعب الموضوع، هياخذ مني وقت طويل جدا، والفتره هذه شويه مشغول خصوصا مع الحصريات اللي بمجي درايف ومع الديسكورد حقي، فانضغط فابد. حياكم في الديسكورد، عندي الرابط في الوصف. نجتمع ممكن فجأة كذا تلقاني جالس فروم تيجي تسولف معايا، أبد أتشرف فيكم حياكم الله جميعا. فرأيك يهمني، اكتبوا بالتعليقات ولايكك يا وحش، واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، ادعم السلسلة هذه. نشوفكم على خير، في أمان الله.